call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم بنتكلم فيه عن التحديث اللي نزل، تحديث الـ 1.3. وهذا التحديث جاب فيه واجد حاجات ما أقدر أني أحكم عليه من الحين، يمكن يحتاج لي يوم أو يومين، خصوصا أنه زادوا سعر المصانع وكذلك زادوا الوقت، فأنا ما أعرف بالضبط هل أنا أدفع سعر أكثر تكلفة أو أنه بسبب زيادة الوقت يرجع مرة ثانية السعر لنفس الشيء. أتوقع هو زاد التكلفة بس بعد ما أقدر أحكم الحين. فبنقطف على معظم الحاجات نشوفها ونقراها مع بعض، نشوف يعني نشوف التغييرات اللي غيروها وأهم التغييرات اللي غيروها. في البداية يتكلموا على أنهم مددوا الموسم في اللعبة لمدة أسبوع واحد، فبيستمر الحين ل 13 أسبوع، كان مخطط له 12 أسبوع أو 3 أشهر بالضبط. قبل أن نبدأ وندخل في الفيديو، أحب أن أذكركم إنكم تشوفوا هذا الموقع، الرابط موجود في الديسكريبشن، تقدر تشتريوا منه كل الماتيريالز والسيلفر والعملات يعني والماتيريالز وحتى الأسلحة الموجودة والدروع في اللعبة تقدروا تشتريوها، يعني التصفح في الموقع سهل. في النهاية لما تريد تشتري لا تنسوا أنكم تستخدموا كود نوب عشان يعطيكم 3%. نكمل مرة ثانية مع التحديث، وهم ضافوا الدردشة الصوتية والنصية. طبعا التحديث نزل للجميع، لكن الاكتيفيشن يعني تفعيل هذه الحاجات اللي ذكرتها ما كانت من البداية موجودة، لأن أول ما نزل التحديث مباشرة دخلت أظني بعد ساعة من نزول التحديث، فحاولت أقرب الشات فما كان مفعل، لكن تم تفعيله أوتوماتيكي يعني بعد فترة. ضافوا البي في بي، أول كنت لازم تدخل الإيفنت أو الحدث الخاص بالبلاير فيرسس بلاير اللي هو لاعبين ضد لاعبين، وفي أحداث ثانية اللي هي الكوب. الحين لا، انت حتى في العالم المفتوح ممكن انك تفعل خاصية البي في بي، خاصية لاعبين ضد اللاعبين، وتقدر انك تهاجم على الاشخاص الثانيين اللي مفعلين، وفي جدولة معينة بالنسبة للاضرار اذا كنت انت اللاعب اوكي وكنت ما مفعل لاعب ضد لاعب، فسواء اللاعبين مفعلين او الغير مفعلين ما يقدروا يسببوا لك اي ضرر، لكنك اذا كنت ما مفعل ودخلت حدث في بي في بي مثل استحواذ المعادي ولا الكنز الأسطوري، فهنا يقدروا اللاعبين الغير مفعلين انهم يدمجوك، ولاعب المفعلين كذلك يقدروا يدمجوك. بالنسبة اذا كنت انت غير مفعل او انت مفعل الخاصية، فانت ما تقدر انك تاخذ دمج من اي شخص غير مفعل، واذا كنت مفعل الخاصية يعني شوف لازم الشخص يكون في الحدث، في الماضي لازم يكون في الحدث عشان يسبب لك دمج اذا كنت ما مفعل، لكن هنا سواء اذا كنت انت مفعل فسواء في الحدث او خارج الحدث يقدر يسبب لك دمج، لكن الشخص اللي ما مفعل ما يقدر يسبب لك دمج. وفي النهاية اذا كنت مفعل ودخلت حدث لاعب ضد لاعب، فهنا كل اللاعبين اللي في الحدث يقدروا يدمجوك وكل اللي مفعلين يقدروا يدمجوك. تقريبا سهلة، فيهم نزلوا جدول. بالنسبة للإصلاح تقريبا بنفس اللوجيك يعني بنفس المنطق، إذا كان لاعبين غير مفعلين فيقدروا يسويوا إصلاح، لكن إذا كان في لاعب مفعل ولاعب ما مفعل فهذا المفعل ما يقدر يسوي لك إصلاح وهكذا يعني. فالعملية سهل فهمها يعني. بالنسبة للبي في بي غيروا بعض الشيء، الأشكال والقوائم الموجودة في اللعبة بالنسبة للبي في بي.
وش بعد هناك؟ في إضافات بالنسبة للأشرعة الممزقة، يقول لك مكبر الصوت في السفينة يأثر الحين 80 إلى 40 أو نقصه من 80 إلى 40 بالنسبة للسفينة هذا البرغنتين. زيادة مدة الأشرعة الممزقة زادوها لعشر ثواني. وش بعد هنا عندك؟ مضاعفة البطيئة للأشرعة الممزقة نفس الشيء من نص ثانية إلى 66 جزء من ألف من الثانية. نكمل مع الأنشطة. يقولك مطاردة شحنة السفاحين يمكن اللاعبين الآن اشتراك في نشاط فقط خلال فترة العد البرازيلي السابقة للنشاط. ليش؟ لو شفتوا في تويتش قبل يوم تقريبا أو يومين، أنا هجمت على استحواذ معادي وخلصته مباشرة، يعني كذا بشكل مبكر، فمباشرة سويت الانتقال فاست ترافل وسويت دخول للاستحواذ الغير معادي هذا اللي هو الكنز الأسطوري ولا ايش اسمه. فقدرت اني ادخل. الحين لا، الحين في كل مدة تقدر تدخل مكان واحد في الاستحواذ المعادي، وهذا واحد من الاقتراحات اللي اقترحناها. اذا شخص مسوي الرهان دبل اور ناثينج اللي هي رهان المضاعفة، نفس الشيء ما تقدر تسوي فاست ترافل. اذا بغيت تشترك فيه ما تقدر تسوي فاست ترافل، لانه قبل الناس كانوا يروحوا ويسوي فاست ترافل وينتظروك في المكان المستهدف. واذا كنت ما مشارك فما تقدر تعرف الوجهة. واللي صار لي قبل يمين يوم لما دخلت انا الاستحواذ هذا الرهان، يصير لك بطء في الأسرع، تصير ابطا سرعتك، تصير ابطا والاستامينة تنقص بشكل اسرع. الحين خازوا هذا التاثير لانه كان تاثير غبي صراحة، اللي هو بالنسبة للسرعة ولذاك. بالنسبة للسرقة الأسطورية، زيادة فرص ظهور عمليات السطو الأسطورية. الحين مثل ما تشوفوا في الفيديو أكيد أنه ظهرته، يظهر لك حتى في الشاطئ أو الساحل الآسيوي. في السابق كان يظهر لك بس في الجزيرة الحمراء. تقليل الضرر بالنسبة للسفن الصغيرة هذه المتفجرة اللي لابست، بس صراحة ما أعرف، ما أتوقع أنه بيظهر بالفيديو، لكن نفس الشيء شفتهم أنه ما زال دمجهم عالي. دمجوا واحد قدامي تقريبا ثلاثة أرباع الهيلث ماله هو على الليفل 12. عدلوا بالنسبة للتصنيف السفن الموصى بها، كان يكتب لك أوقات سفينة واحدة أو سفينتين، وفي الحقيقة هو يحتاج أكثر، أو معظمها تحتاج لسفينتين بس هو يكتب لك سفينة واحدة وهو يحتاج أكثر. سوي بعض التغييرات في المصانع، وهذا الشيء الأكثر حاجة سببت لي ضرر يمكن بالنسبة لليوم الأول، لأني كنت متوقع أن أخلص مصانع أفريقيا ومصانع الجزيرة الحمراء، بس اللي سويوه انه ضاعفوا قيمة، يعني زادوا الانتاج وزادوا ساعات التمويل. يعني انت لو اول كنت تسوي لخمس ساعات، الحين صار لست ساعات، لا الخمس ساعات سابقا صارت 12 ساعة تقريبا او اكثر، لا 25 ساعة، وال 15 ساعة سابقا صارت 30 ساعة، فزادوا عدد الساعات. ونفس الشيء تخزين المصانع، المصانع اللي كانت تخزن لك كم 45 او اللي كانت تخزن لك 80 او 110، اللي كانت تخزن لك 110 صارت تخزن لك 100، اللي كانت تخزن لك 80 صارت تخزن لك 200، وال60 صارت 100، بينما في البدايه اللي هي ال45 ما زالت تخزن لك 45. وفي النهايات نفس الشيء لليفل 7 مثلا، ليفل 7 معظم المصانع اللي عندي ليفل 7 صارت تخزن لك 2000، والساعات التمويل اللي فيها تكون 30 ساعة مثل ما قلت. بعض المهام الثانية، المخزون والتجارة تم تغيير سلوك الفتح الافتراضي لأكياس صناعة الفضة لفتح الأكياس. تقدر يعني لما تكون عندك سيلفر 10 صناديق تقدر تفتح كل الصناديق مرة واحدة، ما يحتاج انك تفتح الوحدة واحدة واحدة واحدة. الأضرار صحة السفينة غالبا كينكل، إذا ذكروا المهمة الأخيرة في اللعبة نفس الشيء قللوا الدامج فيها. تغييرات في الأصوات في القتال، حاجات كذا، إصلاح البقس وهذا ما يحتاج أن نتكلم عنهم، ما أنه تغييرات تذكر لأنه كانت في أخطاء فقط في اللعبة.
هذا كل شيء. طبعا اليوم باركور اخيرا ربحت السلاح الطيف الازرق من اول هجوم لسفينه الاشباح. ما اعرف هل هذا تغيير في التحديد زادوا الدروب يعني نسبه الدروب فيه او لا، بس ربحته من اول محاوله. هنا تكون نهايه الفيديو. اتمنى ان الفيديو عجبكم، واتمنى انكم تضغطوا زر السبسكرايب وزر اللايك، تسوي شير مع اصدقائكم، وتكتبوا في التعليقات اذا في حاجه معينه تريدون انكم تشوفوا عنها وتسمعوا عنها. المفروض ان اليوم كنت اسوي عن الدردنيل، بس باجل الفيديو لبكره. اليوم حبيت ان اتكلم عن هذا التحديث، وكما قلت ما اقدر اقيم التحديث، انا صراحه مستاء منه لحد الحين، لكن هذا ما بيكون تقييم نهائي، لازم العب 3 ايام تقريبا على الاقل او يومين واعرف بالضبط هل هذا التحديث لمصلحتي او لا. بالنسبه للوقت اللي زادوه وقت التمويل واجد مهم، لكن وبالنسبه للمصانع وسعتها واجد مهمه بالنسبه لي، بينما الفلوس اللي تصرفها واجد زادوها، وهذا يمكن اكثر شيء يضرني. نفس الشيء نقصوا عدد، يعني لما تسوي مهام لهذا العميل مهام التهريب نقصوا كمية الخشخاش وكمية قصب السكر اللي تحصل عليها، فهذا ما مذكورة في الباتش نوت مالهم، بس لاحظتها بنفسي. أيوة هذا كل شيء. حتى نقصوا المصانع، الأرباح المصانع بالساعة نقصوه، متأكد من هذا الشيء. بس يمكن تقدر مع التطويرات ترجع لنفس المستوى الأرباح. هنا نوصل نهاية المقطع، والسلام عليكم.